الأب كان معروف، كان مناضل، كان إنسان يحب الوطن، كان حياته كاع هو يتكلم غير على الوطن، كان جوز الوطن قبل العائلة تاعو. هذه هي الحكاية تاع الوالد. ملي عرفته أنا هو كان مناضل، في خصوصا في الأيام اللي كانت صعيبة نشفى عليه. أنا الأب عرفته لما خرج من المسؤولية، من قبل ما عرفتوش. رجل ما عرفنا عنه إلا الخير، رجل خدم الدولة، كان مخلص للوطن، أخلاق عالية، ربي يرحمه ويسع عليه. ربي يرحمه ويسع عليه إن شاء الله، بارك الله فيك. ربي يرحمه إن شاء الله، ربي يرحمه ويسع عليه إن شاء الله، إن شاء الله. والله يا سي عبد الكريم حرشاوي رجل ذو أخلاق عالية، رجل دولة. عرفناه في مراحل تاع التسعينات، اشتغلنا معاه. نترحموا عليه اليوم برحمة الله سبحانه عز وجل، ندعو له الصلاة بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله. ما عنديش واش نقول أكثر من هكذا، رجل طيب، رجل أخلاق حسنة، معاملة طيبة، وثقافة تاع رجل تاع الدولة. ربي يرحمه ويجعله أهل الجنة إن شاء الله.